السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، معاكم كريم خلف، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خطة قناتنا لسنة 2020. في البداية حابب إن أنا أعتذر على طول فترة الانقطاع اللي فاتت، حوالي 5 شهور ما نزلناش فيديو جديد، وده كان بسبب ظروف خاصة، لكن الحمد لله هنبدأ السنة الجديدة بخطة جديدة ويا رب نقدر نلتزم بيها وأقدر أستمر معاكم. مبدئيا كده احنا القناة من بداية من شهر 1 2020، الشهر اللي احنا فيه، هنبدأ نقسم الفيديوهات بتاعتنا لثلاث سلاسل. السلسلة الأولى ودي اللي زي ما كنا شغالين فيها، ودي اللي هنتكلم فيها عن المبيدات بالسوق بنفس الطريقة اللي كنا بنتكلم فيها، وفيديوهات المكافحة المتخصصة عن مكافحة الحشائش أو مكافحة الأمراض والآفات المختلفة. هنبدأ السنة دي باتنين سلسلة جديدة بالتوازي مع السلسلة اللي كنا شغالين عليها بنفس النهج. السلسلة التانية اللي هنشتغل عليها، وده برنامج جديد هنبدأه في القناة وهنسميه مكسرات. المكسرات دي هتكون فيديوهات مش هنلتزم بالاستديو والشرح الباوربوينت وشرح التكنيكال القوي اللي احنا بنشتغل بيه على المواد الفعالة. مكسرات هيكون برنامج صغير هنحاول ننزل منه فيديو كل اسبوع او اكتر من فيديو كل اسبوع. هنصور تصويرنا، هيكون في الارض في زيارتنا الحقلية او في الطريق في العربية في البيت في اي مكان. الفيديو مش هيتعدى معايا ال5 دقايق، هيكون من 2 لـ3، 5 دقايق اقصى حد. هنتكلم عن فكرة زراعية، حاجة جديدة ملحوظة، ودي هتكون استهدافها أكتر للمزارع وبالنسبة للمزارعين أكتر من المهندسين الزراعيين. السلسلة التانية اللي هنبدأ بيها ودي هتكون حاجة متخصصة أكتر، ودي هنسميها كلمتين من بحث. كلمتين من بحث ده برنامج هنبدأه، هيكون ليه فيديو كل 15 يوم. كلمتين من بحث هنلخص فيه بحث 12 علمي، ورقة علمية منشورة في جريدة من الجرائد العلمية العالمية. هنجيب البحث ونقول اللي عمل البحث أو المجموعة اللي عملت البحث ده كان هدفه إيه، وإيه الاستفادة اللي ممكن نطلع بيها من البحث ده. والبرنامج الثالث اللي هو ماشي في القناة، المبيدات اللي احنا شغالين عليها، المجموعات الكيميائية، وإزاي تحت كل مجموعة إيه المواد الفعالة وخصائص كل مجموعة فعالة، وإيه هي المواد اللي شغالة فيها. هنضيف على البرنامج الطبيعي اللي احنا شغالين عليه اللي هو برنامج المكافحة والمبيدات اللي موجودة على القناة بالفعل، شرح الثلاث حاجات، وهم تصنيف الإراك للمبيدات الآفات الحشرية، شرح تصنيف الفراك للمبيدات الفطرية، والهراك للمبيدات الحشائش. أتمنى أنها تكون سنة سعيدة على الناس كلها ونقدر نحقق فيها كل اللي نتمناه، واتمنى من ربنا ان انا اقدر استمر واقدر ان انا اقدم المحتوى اللي جاهز واللي هقدر اشتغل بيه للسنة الجديدة. دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.